دراسة سنة 74 في كلية الهندسة جامعة القاهرة، خلصت سنة 79 امتياز، والحق ساعتها كرمنا رئيس السادات، عمل أول يوم المهندس ووزع جوائز على اللي جابوا امتياز يعني في مختلف المجالات في الهندسة. وبعدها دخلت الجيش، وفي الجيش حاولت مش حاولت يعني كنت بعمل بكالوريوس رياضة رياضيات، ما خلصتوش. خلصت الجيش واشتغلت في شركة شلومبرجيه، ورحت أوروبا قعدت معهم سنتين ورجعت مصر، وبعدين قررت إن أنا أشتغل على الماجستير والدكتوراه، عملتهم في الفيزياء في المجال الميكروويفز والكوانتم ميكانيكس، فعملت الدكتوراه. وبعد كده اشتغلت في يعني بس الدكتوراه طولت معايا شويه لان اشتغلت في اخرها، قعدت حوالي 4 أو 5 سنين بشتغل وانا خلص الدكتوراه. فخلصت الدكتوراه سنه 94، سنه 92 او سنه 89 اشتغلت في شركه الاتصالات في كالجاري البرتا، واتعاونت مع زميل ليا من جامعه في مصر اسمه ميشيل فتوش، كان هو لسه مخلص دكتوراه من تورونتو، فتعاوننا على يعني عملنا احنا مع بعض افتكر 5 اختراعات أو 7 اختراعات كلهم في مجال الاتصالات او الموجات. يعني الواي فاي اجتمعوا، هي اسمها IEEE جمعيه مهندسين كهربائيين. الجمعيه دي بتجتمع دوريا وليها مجموعات في كل التخصصات في الدنيا، ففي مجموعه مخصوصه للوايرلس لاين الشبكات اللاسلكيه. فالمجموعة دي اجتمعت وعملت افتكر سنة 96 او 97 حاجة وسموها وايرلس لان، وكان اسمه الستاندرد بتاعها 802.11. فال 802.11 ده كان يا 1 يا 2 ميجا بت، وفي الحقيقة ما بيعملش الا 100 كيلو، فكان ضعيف جدا. احنا كنا يعني متواجدين معهم، ما كناش خالص في المجموعة، ما كناش بنحضر الاجتماعات، لكن كنا عارفين بالظبط بيعملوا ايه. وكلمنا المدير بتاع المجموعه دي اسمه فيك هيز، كان في شركه اسمها لوسنت، وكلمناه وقلنا له يعني ان احنا بنشتغل على سرعات اسرع قوي، فقال لا ده موضوع ايه يعني مستقبلي جدا. فقلنا له اما نخلص نبقى ايه نقول لكم. فين الكلام بقى في 98 حد اتصل بيا من فيليبس وقال لي انت يعني بلغت الاي تريبل باختراعك؟ قلت له من زمان يعني نبهتهم، لكن فهم قال لي ده هم يعني عاملين دلوقتي اقتراح قياسية، حاجة قياسية بالضبط مبنية على الاختراع بتاعك. تمام. رحت الـIEEE وساهمنا بقى بعديها في تظبيطه. يعني احنا لما ابتدينا الاختراع كان السرعات بسيطة جدا، يعني نتكلم على 10 و20 ألف معلومة في الثانية. احنا ما ابتدينا نشتغل طورنا حاجة بتشتغل على سرعة، وكان أقصى حاجة 100 ألف في الثانية. إحنا من أول يوم طورنا حاجة كانت 20 و40 و60 مليون معلومة في الثانية لنقل المعلومات من نقطة ألف لنقطة ب. إن أنت تضيف شفرتين أو ثلاثة تسرع المعلومات دي كانت عندها مشكلة، إن المعلومات دي لما تتحط فوق بعضها ممكن يعني ايه لما تبقى كلها وحايد مثلا بيبقى عندك، فانت افترض انك بعت 3 معلومات 3 مجموعات، فاما كلها وحايد انت بعت 3، ولما بعت 3 اصفار النتيجه 0. فالصفر ده والثلاثه فيهم نفس كميه المعلومات، 3 وحايد أو 3 اصفار، دي بتسبب مشكله ان الجهاز بيبعت نفس المعلومات بس بيبعت موجه اقوى وموجه اضعف بدون سبب. فاحنا عملنا حل للمشكلة دي، ساهم في حل كل تسريع المعلومات. احنا اضفنا على الواي فاي بقى اللي استعملوه في الواي فاي، احنا مش بس استعملنا شفرتين، استعملنا اكبر عدد نظريا ممكن من الشفرات. فاذا كان مثلا ممكن تستعمل 64 شفرة، فعلا استعملنا 64 شفرة. اول لما طورناها طبعا كل اللي كلمناه قال لا ده موضوع متطور جدا ومحدش هيحتاج السرعات دي. احنا اخترعنا وهم بنوا الواي فاي السريع بقى. السريع بقى يعني احنا كنا بنقول 1 و2، السريع ده 54 ميجا، فسريع جدا بالنسبه للاولاني. ف احنا الجهاز بتاعنا اساسا او الاختراع مش للكمبيوترات، كان اساسه كان للشبكات المحموله. تمام.
تمام. بس كان تطبيق سهل ان تطبقه الاول في المعلومات في شبكات الكمبيوتر وبعد كده تطبقه في شبكات المحمول. فنظام 3G مبني على نفس الفكرة. فنظام 3G اللي ساعد 3G يتنقل من السرعات اللي هو كان عليها برضو 128 كيلوبيت ل 2.6 ودلوقتي اكتر بكتير في 3G وال4G هو نفس الاختراع. الاختراع ده مستعمل في الاثنين في 3G وفي الواي فاي. ده المفروض اسمها وايرلس لان. تمام. الواي فاي دي مجموعه عملتها بعض الشركات للتاكد من ان التطبيق بتاع الوايرلس لان مطابق للقياسات او القياسيه يعني اللي متفق عليها. لكن يعني استعمل الاسم كتير وبقى اسمها واي فاي، لكن الاسم الحقيقي هو طبعا وايرلس لان او الاي تريبل اي 802.11جي السريع اللي الناس بتستعملها جي، ومنها نوع اسمه ان مبني على استعمال اكتر من انتنه في نفس الوقت اكتر من اريال. كل الراوترز اللي في العالم وكل التليفونات اللي فيها اي واي فاي مبنيه على النظام ده اسمه 802.11جي. قبليه عملوا ايه ده كان برضو مبني على اختراعنا، وبعدين ايه معاش لانه كان في زبزبات عاليه قوي ما صعب استعماله. فنقلوا بعد كده للجي، والجي ده في نفس زبزبات المايكرويف اللي هو الفرن. الحقيقه كل بيسافر طبعا بحسن عن العلم اساسا. كلنا بقول علينا لاجئين اقتصاديين او علميين، يعني بيبقى واحد متعطش للعلم. العلم موجود بره اكتر بمنطلق طبعا التعليم في مصر اللي انا اتعلمته اقول انه من احسن التعليم في العالم. انا اتعلمت مجاني، دايما افكر اولادي وكل اصحابي ان كل تعليمي مجاني، والعكس كانت الحكومه بتدينا ايامها منحه دراسيه 6 اشهر في السنه كانت طيبه جدا يعني. فالتعليم بلا شك كويس، لكن البحث العلمي شبه ضعف يعني نقول ما فيش بحث علمي مصر. بمعنى ان انت علشان تعمل بحث علمي لازم تعرف ايه المشاكل اللي مواجهه العالم. اذا كنت انت ما بتنتجش هتعرف ازاي المشكله اللي الشركه المنتجه بتواجهها. فليها حل طبعا انك تختلط بالعلماء اللي موجودين بره وييجوا مصر دوريا ويتعمل لهم احتفالات ويحسوا بقيمتهم ويشرحوا للناس للطلبه والباحثين ايه المشاكل اللي العالم بيواجهها، وبعدين الباحثين يشتغلوا عليها. لا حاليا اغلب وقتي في مصر يعني بروح بره بس للطلب. يعني عندي شركه ويب ديفلوبمنت هنا في مصر بتعمل ويب سايتات وجيمات وابلكيشنز على الانترنت، ابلكيشنز على فيسبوك وكده، فدي موجوده في مصر. عندي شركه في البحر الكاريبي عندها رخصه موبايل او يعني بعض الرخص في البحر الكاريبي. عندي شركه في اسكتلندا وكندا بتعمل تنبؤ بالاسعار على البورصه. يعني عندي مجموعه شركات. الحاجه اللي بتاخد اغلب وقتي، انا عندي مزرعه هنا في الفيوم، مزرعه زيتون ونخل وحيوانات كده.